اهلا بيكم مشاهدينا الكرام مره اخرى. بطلنا النهارده هيبقى معانا حالا عبر زوم هو الاستاذ الدكتور محمد جمال ابراهيم، العالم المصري يعني المتخصص في مجال علاج العقم وطب اطفال الانابيب في المانيا. هو حاليا في مصر، احنا بنرحب بيك. اهلا بيك دكتور محمد. اهلا وسهلا دكتور ضياء، والف شكرا على الدعوه الكريمه، وشكرا لقناه حضرتك على الدعوه الكريمه والاستضافه. يا اهلا بك دكتور محمد. دكتور محمد، يعني احنا السيره الذاتيه بتاع حضرتك احنا شفناها على الشاشه، حضرتك متفوق منذ البدايه يعني من ساعه ثانويه عامه وانت يعني اول وثاني على مستوى المحافظه والجمهوريه، وفي الاعداديه كذلك، في بكالوريوس طب والجراحه يعني حضرتك كمان يعني كنت الاول، وكرمت يعني من السيد رئيس الجمهوريه، وكرمت من النقابة العامة للأطباء. يعني رحلة تفوق من الأول، يعني أنت غاوي تفوق ولا غاوي إنجاز؟ والله مش عايز اقول ان انا طالع الحمد لله من اسره علميه متفوقه. انا الوالد الله يرحمه ووالدتي ربنا يديها الصحه الدكتور وفاء العراقي، الاثنين اساتذه في الجامعه، زي ما بنقول شقوا طريقهم بنفسهم. التفوق موجود الحمد لله في الاسره، في العيله كمان. والدي الله يرحمه كان رئيس قسم امراض الاسماك بطب بيطر الزقازيق، والدتي العميده السابقه لكليه طب بيطري الزقازيق، العميده الحاليه لكليه الثروه السمكيه. فزي ما تقول حضرتك انا اتولدت صحيح، انا ابن وحيد، لكن مش بمعلقه من ذهب فلوس ورفاهيه، لكن المعلقه كانت الذهب، كانت معلقه العلم والحرص على دايما. كان الوالد الله يرحمه يقول لي انا بستثمر في عقلك مش بستثمر في طب احنا يعني شايفين في السيره الذاتيه بالفعل ما يؤكد مقوله الوالد رحمه الله عليه، وشايفين ان حضرتك يعني تخصصت، انا بس في حته تايهه مني يعني يا ريت توضحها لي. حضرتك خرجت من كليه الطب البشري والجراحه في جامعه الزقازيق، وبعدين فجاه لقيتك في المانيا. قول لي بقى يعني ايه اللي حصل عشان الجمهور يبقى معانا يعرف ازاي يعني شاب مصري نقل النقله دي، وهنرجع لالمانيا بالتفصيل بعد كده. طيب هو انا ما نقلتش على طول، انا طبعا كليه الطب الزقازيق بنتمي، يعني بتشرف ان انا انتمي الى الصرح ده والى كليه الطب الزقازيق. انا اتخرجت منها وكنت الاول على الدفعه زي ما حضرتك ذكرت، وتم تكريمي من رئيس الجمهوريه في هذا الوقت في عيد العلم. بعد كده التحقت، وكانت الرغبه الاولى عندي ان انا اخش اخد النساء والتوليد. الكل كان مستغرب الاول على الدفعه يخش ياخد نساء وتوليد، الاول على الدفعه دايما بياخد حاجات رمض وبتاع. انا كنت مقرر من سنه خمسه في الكليه كمان ان انا اخد نساء وتوليد. الحمد لله التحقت ببرنامج اللي هو التدريب اللي هو الريزيدنسي اللي هو تدريب النواب. حصلت على الماجستير وكنت مدرس مساعد في الكليه، وبعد كده ابتديت في مشوار الدكتوراه. واياميها ابتدى ده في 2011، من 2010 ابتدى القرار والله نطلع لبره نشوف الاكسبيرينس اللي بره وناخد الخبره اللي بره. طبعا ده ليه دافع ان الوالد والوالده اساسا متخرجين واخدين الدكتوراه من المانيا، فانا وانا طفل صغير لسه في شهر شهرين كنت في المانيا، عايش في المانيا معاهم. فزي ما تقول حضرتك الاحتكاك ده الف نوع من التشوق ان الواحد يشوف بره الخبره ايه، الاكسبيرينس ايه، الوضع ده ايه. وسافرت فعلا من 2011 الى المانيا. وحصلت على الدكتوراه من المانيا. حصلت على الدكتوراه من المانيا من جامعه الشاركين، من اكبر جامعات في المانيا ومقرها مدينه برلين، وخدتها في مجال متخصص جدا 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 وهو مجال البطانه المهاجره. طب والنبي انت لحقتني، لان كنت هسالك ايه البطانه والمهاجره دي، انا مش فاهم ولا حاجه، اشرحها لنا واشرحها للساده المشاهدين. وانا مبسوط ان حضرتك بتقول هذا السؤال، لان هو ده المشكله الحقيقيه اللي بتواجهنا هذا المرض. حضرتك تعلم ان في 200 مليون سيده على مستوى العالم مصابه بمرض البطانه المهاجره، يعني احنا لو بنتكلم في 100 مليون شخص عايشين في مصر، ده مرض 50 مليون سيده يعني. مرض كبير، مرض كبير. كويس، ايه بقى البطانه وايه المهاجره ده؟ البطانه لو احنا خدناها بالتصور البسيط خالص، كل سيده من فتره سن البلوغ لغايه فتره سن الاياس بيحصل دوره شهريه، بتيجي كل شهر بينزل فيه دم دوره شهريه، ده البطانه الداخليه اللي في الرحم. سبحان الله، البطانه ده المسكن اللي بيتغرس فيه الجنين وقت حدوث الحمل. ما حدث حمل بتنزل البطانه دي وتعمل الدوره الشهريه. تخيل بقى حضرتك البطانه دي بتهاجر الى داخل البطن، يعني ما بتنزلش لبره، تتحبس في البطن على مدار شهور وسنين، تنغمس في البطن وتلزق في الامعاء، تلزق في المبيض، تلزق في المثانه، تعمل الام فظيعه للسيدات.
كل السيدات اللي بتصاب فيها دولت السيدات اللي احنا محتاجينهم في الشغل، هم دولت في اكتر فتره انتاجيه ليهم من سن 15 سنه، يعني ممكن تكون بنت صغيره لسه بتروح المدرسه عندها بطانه مهاجره، الى سيده او شاب بتروح الجامعه، او ان هي سيده بتشتغل او سيده بيت، او ان هي السيده اللي عندها 40 سنه و45 سنه في احوج الفترات اللي الدوله فيها بتحتاج الى الطاقه الكامله لكل العاملين عندها، تصاب سيدات كثيره بمرض البطانه ده المهاجره بيؤثر على تعيق. القدرة وعلى الكفاءة وعلى العمل وعلى الجهد، يعني بيأثر بدنيا. انا بسميه القاتل الصامد، بس هو مش قاتل بمعنى انه هيموت، هو بيموت الحياه، بيموت رتم الحياه. بمعنى سيدة بتعاني، عندي سيدات كتيرة بتعاني كل شهر عندها أسبوع تعتبر اوت اوف سيرفيس، بره 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 المجال بتاعها، من الم شديد مش قادره تتحرك، مش عارفه تخرج من السرير بتاعها، مش عارفه تروح الشغل بتاعها. جوزها لو مش متفهم القصه ومش فاهم القصه هيقول لك ده هي يعني بتتلكك عشان ما تخدمناش في البيت. لو صاحب العمل او رب العمل مش متفهم المرض ومش فاهم المرض يقول ده متغيبه ومتكرره الغياب، وهي مريضه بتعاني مرض مزمن، مرض مزمن وحقيقي كارثه بتصيب السيدات في عمر صغير. تقديرات المصابين بيه او مصابات بيه في مصر تقريبا بنسب او بارقام قد ايه؟ للاسف للاسف، وده يعني يا ريت الرساله النهارده توصل من خلال برنامج حضرتك لوزاره الصحه. انا شايف حملات 100 يوم صحه ورفع الصحه الحاله الصحيه للشعب المصري، عايزين نعرف نسب المرض البطانه المهاجره على مستوى العالم. بنتكلم من 10 ل 15% من كل السيدات عندهم مرض البطانه المهاجره. يعني لو قلنا عند حضرتك في الاستوديو مدينه الانتاج الاعلامي شغال 100 سيده، انا اتاكد ان في 10 ل 15% بعد الحلقه دي يقولوا احنا فعلا عندنا مرض بطانه مهاجره وتشخصنا بيه. لو رحنا مركز اطفال انابيب يعني عندنا مشكله في تاخر الانجاب والعقم طب لا والحاجات دي، 50% من السيدات يعني نص السيدات اللي بيزوروا مراكز اطفال الانابيب تقريبا عندهم مرض طب لا البطانه ارجوك لي المهاجره. بقى، هو ده كان السؤال. انت لحقتني قبل ما اسال السؤال، بس هساله بشكل واضح دلوقتي. تخصص اه حضرتك حاجتين جنب بعض، البطانه المهاجره بالظبط واطفال الانابيب. انت قلت لي تاثير البطانه المهاجره دي على حاله التعب والارهاق والالم وتوقف يعني النشاط عند السيدات المصابات بيه. طب تاثير ده بقى ايه على الانجاب؟ تأثير الإنجاب مشكلة كبيرة، لأن السيدات معروف دايما هو ربنا خلق السيدات بمبيضين، المبيضين دول عاملين زي الكيس اللي فيه كل البويضات بتاعة العمر كله، لو الكيس ده وقع كله اتكسر راحت البويضات مش هيطلع منها جديد. مين اللي يكسر الموضوع ده؟ لو تكون أكياس بطانة مهاجرة في المبيضين يكسر البويضات خالص، فالست تخش في مرحلة سن إياس مبكر، بدل ما بتخش في سن 50 بص نلاقيها داخلة في سن 40 وبتشوف سن 38 و 35 و 32 سنة. حضرتك متخيل قد ايه ده هيبقى معناه عندنا احنا في مصر قدام لو اهملنا هذا المرض، ان الخصوبة اللي احنا عمالين نقول الناس بتخلف كتير، ان مرة واحدة هنلاقي الناس مش عارفة تخلف، الستات بتخش في سن اياس مبكر، ده هنخش في مشاكل صحية كبيرة في السن اعمار مبكرة. كمان البطانة المهاجرة دي تهاجر وتلزع على الانابيب، ما الانابيب ده هي القناة اللي بتربط ما بين الكيس اللي فيه البويضات وما بين الرحم اللي هيوصل من خلاله الحيوانات المنوية اثناء العلاقة الزوجية. الانابيب على طول تنسد، يحصل فيها التصاقات، وقفت القصه خالص، لا البويضات تعرف توصل للحيوانات المنويه ولا الحيوانات المنويه تعرف توصل للبويضات. وتيجي في الرحم تنغرز البطانه المهاجره اللي هو المكان السكن بتاع الجنين، تتهيج اغشيه الرحم وتتغير عضلات الرحم فيحصل الاجهاض المتكرر. تبص تلاقي السيده جايه مركز الاطفال انا بيه تقول انا بعاني، انا خمس ست مرات احمل وكل شويه اصاب. قد ايه الضغط النفسي على السيده وضغط المجتمع وضغط الاسره وضغط العيله، ما حصلش حمل ومتجوزين بقالكم 7 8 سنين وكل شويه اجهاض اجهاض اجهاض، ممكن يكون واحد من الاسباب بتاعها البطانه المهاجره. فبيدمر فعلا بشكل كبير خصوبه المراه في فتره صغيره، وللاسف المرض مشكلته ان هو خفي خفي، ما حدش عارف يوصل له، ما حدش بيوصل التشخيص بتاعه. ودي هي الرسالة النهاردة، ازاي نقدر توصل لتشخيص سريع للبطانة المهاجرة. طيب انت دلوقتي خوفتنا، ممكن ترجع تطمنا هذا المرض قبل ما نرجع بقى لتفاصيل اخرى؟ يا ترى له علاج ولا ملوش؟ علاجه صعب ولا سهل؟ غالي ولا رخيص؟ داخل مصر ولا خارجها؟ تمام، البطانة المهاجرة ليه علاج؟ ليه علاج، علاجه صعب ممكن بس مش مستحيل، العلاج موجود. العلاج محتاج ايه؟ محتاج كونسلته، محتاج عمل جماعي،
مش الدكتور محمد هيبقى الوان مان شو بتاع البطانه المهاجره، مش الدكتور محمد هو اللي في ايده السحر كله، ولا الدكتور اكس ولا الدكتور غيره. ده واحنا كونسلتو، احنا عندنا في المانيا المركز بتاعنا مركز معتمد من المانيا لعلاج البطانه المهاجره، ليست داعيه للمركز، لكن انا بنشر مفهوم. النموذج عامل ازاي. بشتغل معايا جراح، انا استشاري خصوبه واستشاري في البطانه المهاجره، في تشخيص البطانه المهاجره بالموجات الصوتيه. معايا كمان اون بورد معايا جراح، مش جراح نسا بس، ده جراح نساء متخصص في البطانه المهاجره. مش بس ده، ده انا معايا دكتور طبيب متخصص في علاج الالم المزمن، معايا كمان فيزيو ثيرابيست، معايا علاج طبيعي موجود معايا اون بورد، معايا طبيب او طبيبه نفسيه مشاركه في هذا العلاج، كونسلتو. كونسلتو ان المرض ليه اشكال مختلفه، بتاع الدكتور الخصوبه او استشاري الخصوبه يشوف مخزون البويضات عامل ازاي، الست عندها تاخر انجاب ولا لا، نقدر نعالج ان شاء الله. في الام بنقدر ندي علاج للالم، في استدعاء او في سبب للتدخل الجراحي بنتدخل جراحيا. فان شاء الله العلاج موجود، وان شاء الله باذن الله نسب الشفاء من هذا المرض كويسه. بس المرض بتاعنا مرض مزمن، يعني عامل زي الضغط والسكر، ما بيروحش، لكن احنا ممكن نسيطر عليه. السيطرة عليه واردة، لكن محتاجة الكونسولتو، وده اللي احنا نفسنا نشوفه في مصر، طب هرجع ده اللي انا نفسي فيه. ودي اتفضل. ودي امنيه انا يعني هرجع اتكلم فيها مع حضرتك. طيب آه العلاج، وهنا بقى الانجاب، يعني هل الاثنين العلاج ده بيؤدي للانجاب بطريقه طبيعيه، ولا حكايه الانابيب واطفال الانابيب دي يعني ضروريه في حاله العلاج؟ هنا بترجع أهمية الخبرة في هذا المرض، إن بنقول المرض البطانة المهاجرة لابد من تقييمه تقييم صحيح، لأن في حالات خفيفة من البطانة المهاجرة بتبقى حاجات بسيطة خالص، لسه أنابيب فالوب سليمة، لسه المبيضين سلام، لسه مخزون البويضات يعني أموره تمام، سن المريضة لسه صغير، الحالات المنوية بتاعت الزوج كويسة، هنا ممكن نديها فرصة للحمل الطبيعي، ممكن تحتاج منظار اللي بنسميه تنظيف بسيط للبطانة المهاجرة موجودة في الرحم، وكأنها إعادة تنظيم البيت من الداخل، بيحصل الحمل بنسبة توصل ل 60% في أول يمكن من 6 شهور إلى 12 شهر بعد عملية المنظار. لكن في حالات تانية تبقى حالات متقدمة جدا، بطانة مهاجرة منتشرة في كل مكان، وبالتالي هنا بيبقى العلاج الأمثل ليها هو عمل طفل الأنبوب أو الحقن المجاري على حسب تحليل السائل المنوي. وأحيانا بنستدعي إن إحنا أو بنضطر إن إحنا نستدعي بروتوكولات علاجية مخصوصة لحالات البطانة المهاجرة. طيب هرجع تاني بقى لألمانيا وحاجات بتتعمل في ألمانيا، أنا مش عارف يعني تنفع تتعمل في مصر أو لازم تتعمل، أو لحضرتك بالإضافة إلى جوائزك يعني اللي خدتها في البحوث أو كأحسن بحث في مثلا مجال مرض البطانة المهاجرة عام 18 من الجمعية الألمانية للخصوبة والعقم، لكن في حاجتين مهمين لفتوا نظري. الأولى إن حضرتك مختار من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للأسرة والشباب، للأسرة والمرأة والشباب وكبار السن، لتدريب أطباء النساء على مستوى ألمانيا على مرض البطانة المهاجرة وعلاقته بتأخر الإنجاب. كمان من الوزارة، من نفس الوزارة، كمشرف علمي، ودي النقطة الثانية، على حملة التوعية بمرض البطانة المهاجرة في المدارس للطالبات وأولياء الأمور والمدرسين والمدرسات. كده عندنا حاجتين، عندنا تدريب أطباء وعندنا توعية. هل المرض ده يحتاج توعية؟ أبدأ بالتوعية اللي هي يعني الأخف عشان نشوف ننقلها إزاي للتجربة المصرية. التوعية محتاجينها، حتى في ألمانيا حتى في أوروبا عندنا مشكلة إن في بيمر على أقل من 7 إلى 10 سنوات لغاية لما الطبيب أو طبيبة النساء بتوصل لتشخيص مرض البطانة المهاجرة، معناها إن إحنا بنسيب الست تعاني عدد من السنوات لغايه لما بتوصل لحاجه اسمها تشخيص عشان تعرف هي عندها ايه، ايه السبب اللي بيعمل لها الالم. مشكلته حاجتين، مشكله ان في بنات اول ما بتيجي الدوره الشهريه عندهم سن 12 13 سنه 14 تقول انا بتمغص، انا بطني بتتفتك، انا بطني بتوجعني جدا، انا مش قادره، انا الام شديده. الام او الاخت او الزميله او هنا للاسف ما عندهمش التوعيه الكافيه، فيقول لها ده طبيعي، ما هي الدوره الشهريه كده. لا ستوب، الدوره الشهريه ربنا ما خلقهاش عشان الست تتعذب.